يخرج أثناء الليل ويسكن الصحاري والأماكن المهجورة والمزارع. القادم من الأساطير العراقية مخلوق الطنطل. معكم خالد من قناة علم الأساطير، وقبل أن نبدأ الفيديو اضغط زر اللايك اللي يعبر عن دعمك، واشترك في القناة لو مو مشترك، ونبدأ في الفيديو. تنتشر أسطورة الطنطل في العراق بشكل كبير، ولكن لا يوجد وصف محدد للطنطل، والسبب أنه كائن عنده القدرة على التحول والتشكل، يتشكل على هيئة حيوانات متعددة وعلى هيئة بشرية، سواء كان على هيئة أطفال أو رجال عاديين أو رجال طوال جدا. ولما يتشكل على هيئة بشرية لازم يكون في شيء غريب في التشكل، شكل عين مختلف أو جزء من أجزاء الجسم يكون مو طبيعي، وأغلب الأشخاص اللي يقابلونه وما يقدروا يتحملوا رؤيته يصابوا بالجنون. يقال أن أصل أسطورة الطنطل هي أسطورة إحفيظ السومرية، وتقول الأسطورة أنه في العراق وقبل الطوفان العظيم لسيدنا نوح عليه السلام كان يوجد ثلاث أخوان، وكل واحد فيهم كون مملكة خاصة فيه، وهم عكر وأبو شذر وإحفيظ، وسميت الممالك الثلاثة على أساميهم، وكان فيها خير كثير، زراعة وثمار وذهب وأحجار كريمة وكنوز من شتى الأنواع. حدث الطوفان العظيم وهلكت الممالك، تم العثور على آثار عكر وأبو شذر، ولم يتم العثور على آثار مملكة إحفيظ، ويقال أن هذه المملكة كانت في جزيرة واختفت أثناء الطوفان، فصارت تظهر وتختفي. وقاعد يذكر بعض الصيادين أنهم شافوا جزيرة غريبة، ولما يرجعوا مع أشخاص عشان يدخلوها يحصلوها اختفت، وسكان هذه الجزيرة وحراسها هم مخلوقات الطنطل. كثير من الأشخاص قالوا أنهم صادفوا مخلوق الطنطل، ولكن من أكثر القصص انتشاراً قصة ابن خنجر وقصة أسعد. يحكي ابن خنجر بنفسه ويقول أنه يوم من الأيام كان قاعد في البيت مع أحد الأشخاص، فسمعوا صوت من برا ينادي عشان ابن خنجر يطلع له، وهم ما عرفوا من هو صاحب الصوت، وهل هو ناوي على خير أو شر مو معروف. ابن خنجر ما طلع لصاحب الصوت اللي هو الطنطل. راح الطنطل لواحد من جيران ابن خنجر اسمه عباس، وعباس له مكانة ويحترم بين الناس. قال الطنطل لعباس: خلي ابن خنجر يقابلني في مزرعته تحت واحدة من أشجار النخيل. والسبب أن الطنطل يطلب عشرة ابن خنجر، يعني يطلب مودته وصحبته. وفعلا راح ابن خنجر قريب للمغرب للمزرعة، وحصل الطنطل تحت النخلة. فيقول ابن خنجر: صار الطنطل قاعد يتشكل قدامي، مرة على حصان ومرة نعجة وخنزير. فقال ابن خنجر للطنطل: هذه هي عشرتك؟ يعني من البداية تنادي على اسمي وتطلب اني اجي لك، ولما اجي عليك تقعد تسوي هذه الامور الغريبة؟ فرد عليه الطنطل وقال: ابا اشوف لو بتخاف ولا لا. فرد ابن خنجر: انا ما اخاف لا من حية ولا ضبع ولا خنزير، ما اخاف الا من البشر. ويقصد انه ما يخاف من اي حيوان، بس يخاف من غدر البشر وتلاعبهم. فقال الطنطل: عافية عليك، احسنت. وتحول لهيئة بشرية، بس كان راسه كبير وعيونه طويلة. قعد الطنطل يحكي لابن خنجر عن امور ما كان يعرفها، وقال له: جاء حرامي وسرق من بيتكم في اليوم الفلاني، والحرامي هو فلان، وقال له ان في ناس قطعوا مجرى الماء القاعد يروي المزرعة. قال ابن خنجر ان مجرى الماء بعيد جدا وما يقدر انه يروح له، فقال له الطنطل: انا في دقيقة واحدة اقدر اوصل. وقال انه بيخدع الناس اللي قطعوا الماء وبرجع المجرى للمزرعة. قال ابن خنجر انه ما يقدر يقعد في هذه المنطقة لحاله، لان النخيل فيها كثيف وبتطلع حيوانات مفترسة في هذا الوقت. فقال له الطنطل: انا بحميك من كل شيء الا امر الله، لو الله اراد اي شيء انا ما اقدر اوقفه. قال ابن خنجر انه جوعان، فجاب له الطنطل ديك كامل وجاب له لوازم الشوي، وشوي الديك واكله. وسبب مساعدة الطنطل لابن خنجر انه كان يعيش في مزرعته. وهذا هو ابن خنجر، وهو قاعد يحكي القصة، وله فيديو كامل على اليوتيوب. القصة الثانية قصة اسعد، وتختلف عن القصة الاولى لان فيها شر الطنطل. أسعد وأبوه من سكان المدينة،
يوم جالهم أحد المجندين من قريتهم القديمة، فقال أبو أسعد أنه بيستضيفه ويقعد معاهم في بيتهم ليه ما يخلص من الخدمة العسكرية. فصار أسعد والمجند أصدقاء. وأحد الأيام اتأخر المجند وما رجع للبيت، فجاء أبو أسعد من الدوام وقال له أسعد أن المجند ما رجع. فقال له الأب أنت الحين روح نام، وبكرة من الصباح بروح أسأل عنه في المعسكر. قبل صلاة الفجر سمع أسعد صوت عند الباب، فتح الباب ولقى قدامه المجند وشكله مرعوب ومليء بالتراب في ملابسه ووجهه، وشكله منهك جدا. جاء أبو أسعد وشافه بهذه الحالة فدخله إحدى الغرف وقال لأسعد لا تدخل الغرفة. فقعد المجند يقول كلام غير مفهوم، فقال له الأب ارتاح ونام. كان أسعد منتظر أن المجند يصحى بفارغ الصبر عشان يعرف إيش اللي صار له. صح المجند ولكنه رفض أنه يخبر أسعد باللي صار له، بس أسعد أصر عليه ليه ما وافق. قال المجند وأنا راجع للبيت قررت أني أختصر الطريق ودخلت عبر حقول القمح. كانت الحقول عالية والوقت المغرب، وبين ما أنا ماشي بين الحقول شفت طفل قاعد يمشي. قعدت أنادي عليه لاعتقادي أنه يمكن يكون ضايع، بس ما رد علي واختفى عن ناظري. فصرت أشك هل أنا فعلا شفت طفل؟ وبعد لحظة سمعت صوت خلفي ولفيت فجأة وشفت شكل الطفل وراي بالشكل أوضح، ولكنه كان سريع ودخل بين نباتات القمح. الطفل كان شكله غريب جدا، كان له رأس كبير بشكل غير طبيعي وعيون غريبة. فأصابني الرعب وصرت أمشي بسرعة وأركض لأن الظلام بدأ يحل. وأنا راكض سمعت صوت عالي يقول لي وقف. لما التفت لمصدر الصوت شفت الرأس الكبير والعيون الطويلة، فتجمدت في مكاني من الخوف. وهيئة الطفل صارت تكبر شوي شوي، وفجأة حسيت بضربة على ظهري وراسي، طحت على الأرض. فقمت وركضت وكل شوي أطيح، ولما أقوم أشوفه قدامي وأحس إن في شيء قاعد يلف في خصري نفس الثعبان، لين ما بدأ شروق الشمس وبديت أشوف المكان وخرجت. سمع أسعد القصة كاملة وقال له ليش رفضت إنك تقول لي القصة؟ فرد عليه المجند وقال له إن اللي يسمع قصص الطنطل بيظهر له الطنطل يوم من الأيام. يحب الطنطل الخبز الما يكون في مكوناته ملح، ويخاف من الإبرة والخيط والملح، ويرش الملح في زوايا البيوت من قبل سكان البيوت لحماية نفسهم من الطنطل. وهذا الفيديو إهداء لمحمد، فلا تنسوا اللايك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم جميع الفيديوهات القادمة. وفي أمان الله.